اهلا بحضراتكم والفقره الاخيره من الاهلي الليله، وزي ما حضراتكم دايما متعودين بتكون الفقره العالميه، بنتكلم في اخر الامور الخاصه بالكره العالميه. النهارده اكيد عندنا يوم مهم جدا جدا في الاحداث العالميه، كمان 25 دقيقه بالظبط هتكون مباراه ريال مدريد وبرشلونه في مباراه الاياب او مباراه العوده في كاس ملك اسبانيا. المباراه الاولى انتهت 1-1. لكن قبل ما نبدا مع حضراتكم، اكيد يعني البقاء لله في شهداء حادثه قطار اليوم، اكيد طبعا يعني حادثه فظيعه، واكيد حادثه يعني اكيد كل اللي توفى فيها شهداء نحتسبهم عند الله شهداء طبعا، وبالتالي بنعزي مصر وبنعزي انفسنا. وزي ما حضراتكم عارفين ان دايما قناه النادي الاهلي هي يعني جزء لا ينفصل عن المجتمع، وبالتالي لازم نبدا الحديث بالتعزيه الخالصه والهواء الواجبه في شهداء حادثه القطار. وبالتالي ايضا هنبدا مع حضراتكم ونشوف نجوم كره القدم العالميه ونجوم مصر كتبوا وقالوا ايه عن الحادثه قبل ما نروح مع حضراتكم لمباراة ريال مدريد وبرشلونة. طبعا محمد صلاح نجم مصر ونجم نادي ليفربول كتب خالص العزاء لأسر ضحايا حادث القطار محطة مصر، وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين. أحمد حجازي مدافع منتخب مصر أيضا وفريق ويست بروميتش البيون كتب رحم الله شهداء قطار محطة مصر وصبر أهليهم ودعوتنا للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل بإذن الله. اما لعيبي النادي الاهلي وايضا نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق كابتن محمد ابو تريكه كتب رحم الله شهداء حادث محطه مصر وربنا يصبر ذويهم وتمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين. محمود حسن تريزيجيه ايضا كتب رحم الله شهداء حادثه محطه مصر ونشر قول تعالى الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون ورحم الله شهداء حادثه محطه مصر. واخيرا احمد حسن كوكا اللي قال رحم الله ضحايا قطار محطه مصر يا رب صبر اهليهم. طبعا تاني وتالت هنعزي الشهداء اللي راحوا ضحيه حادثه قطار محطه مصر اليوم، ربنا يشفي كل المصابين اللي موجودين في حادثه فظيعه جدا وان شاء الله لا تتكرر. واكيد قلوبنا مع كل المصابين واكيد دعواتنا ليهم هتكون على طول. نبدا مع حضراتكم في مباراه اليوم، والمباراه اللي هتكون قويه جدا، المباراه ما بين ريال مدريد وبرشلونه. ريال مدريد اكيد طبعا قبل ما نتكلم على التشكيل تعالوا نتكلم في شويه احصائيات وشويه ارقام خاصه باللقاء ما بين الفريقين. طبعا لو هنتكلم هنقول ان برشلونه وريال مدريد في 12 لقاء قبل كده في كاس ملك اسبانيا حقق فريق ريال مدريد الفوز في 4 مباريات وبرشلونه انتصر في 3 مباريات والتعادل كان في 5 مواجهات. وبالتالي النهارده لو برشلونه فاز هيكون عدد مباريات اللي فاز بيها بيتساوى مع عدد مباريات فريق ريال مدريد. لو ريال مدريد فاز هيتفوق على فريق برشلونه بعدد مباراتين، وبالتالي هنشوف مباراه قويه جدا. احرز لاعبي فريق ريال مدريد 17 هدف بينما سجل لاعبي نادي برشلونه 16 هدف في مواجهات كاس ملك اسبانيا. طبعا فالفيردي لعب قدام ريال مدريد في 26 مباراه سواء لما كان موجود مع برشلونه او لما كان موجود في اتلتيك بلباو، فاز في 7 مباريات وخسر في 15 مباراة والتعادل كان في 4 مباريات. طبعا احنا كلنا فاكرين الاولى مواسم فالفيردي مع نادي برشلونة لما افتتح الموسم بالخسارة في لقاءين في كأس السوبر الاسباني. سانتياغو سولاري لعب قدام برشلونة مباراة واحدة فقط وهي المباراة الاولى في كأس الملك واللي كانت على ملعب الكامب نو وانتهت بالتعادل الايجابي 1-1. فالفيردي وسولاري اتقابلوا مع بعض في مباراة واحدة وأيضا هي المباراة الأولى اللي كانت في ملعب كامب نو وانتهت أيضا بالتعادل. طبعا سولاري أولى التجارب الخاصة به كمدير فني لنادي ريال مدريد، كان موجود في فريق الرديف أو فريق ريزيرفز، لكن دي المرة الأولى زي زين الدين زيدان لما كان موجود في فريق أو فريق الناشئين أو فريق الرديف زي ما بيطلق عليه في أوروبا، وخاض التجربة مع فريق ريال مدريد سواء بمدرب عام
مع كارلو أنشيلوتي أو كمدير فني، لكن سولاري على طول من الفريق الشباب أو فريق ناشئين إلى الفريق الأول، وبالتالي سولاري هو أول موسم ليه مع فريق ريال مدريد. أكيد سولاري عنده أحلام وطموحات إن هو يأكد ويقول إن هو الأقدر ب تدريب فريق ريال مدريد بداية من الموسم القادم، علشان يتخلى أو اللقب ده يتخلى عنه المدير الفني المؤقت، لقب زي ما بيطلق على سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، أيضا بيطلق على سانتياغو سولاري هو المدير الفني المؤقت لفريق ريال مدريد. قدامه فرصة كبيرة إن هو يثبت نفسه ويقول لفلورنتينو بيريز أنا المدير الفني القادم اللي هكون خليفة زين الدين زيدان. هنتكلم اتكلمنا على المواجهات الخاصه بالفريقين في كاس الملك اسبانيا. تعالوا نروح شويه لكريم بنزيما. كريم بنزيما وميسي والاثنين اكيد من نجوم اللقاء، سواء كريم بنزيما قائد للهجوم لفريق ريال مدريد او لميسي اللي ما حلفوش الحظ في اخر لقاءين لفريق ريال مدريد امام برشلونه، ان في المباراه الاولى اللي انتهت 5-1 على ملعب الكامب نو كان مصاب وبالتالي ما لعبش المباراه الاخيره اللي كانت في كاس ملك اسبانيا، كان عنده اصابه ايضا في اللقاء اللي قبليه في بطوله الدوري الاسباني، وبالتالي ميسي بيغيب عن المباراه لمده ساعه علشان يكون موجود في اخر 30 دقيقه من عمر المباراه. كريم بنزيما طبعا احد اهم اللعيبه اللي موجودين في فريق ريال مدريد، طبعا سجل 11 هدف وصنع هدفين من 25 مباراه لعبها في الليجا الاسبانيه. طبعا كريم بنزيما 31 سنه، كريم بنزيما بيتميز بالرأس الحربة المحطة، رأس الحربة اللي خلاص اللي بعد ما رونالدو مشي بقى عنده حرية كبيرة جدا، بقى هو اللاعب رقم واحد في الخط الهجومي، وبالتالي كل لاعبي فريق ريال مدريد بيدوروا على الخيار الأول في الحل الهجومي على كريم بنزيما. طبعا سواريز ايضا من اللعيبه المهمه جدا في صفوف نادي برشلونه، بيلعب في راس حربه، سجل 16 هدف الموسم الحالي وصنع 5 اهداف من 24 مباراه، وبالتالي كلنا عارفين ان سواريز ايضا من الروس الحربه الاقوياء جدا اللي بيتمتع بقوه، بيتمتع بيعني شويه مهارات في استفزاز الفريق المنافس، وبالتالي بينجح ان هو يستفز المدافع وبينجح ان هو يستغل نص فرصة علشان يسجل منها هدف، وبالتالي يكون مواجهة صعبة جدا على الدفاعين، سواء دفاع برشلونة ومراقبة كريم بنزيما أو مراقبة طبعا لويس سواريز وخط دفاع فريق ريال مدريد. جارث بيل أيضا واحد من اللعيبة اللي مش هيكونوا موجودين في بداية المباراة، لكن هنتكلم عن التشكيل، لكن جارث بيل واحد من مفاتيح اللعب المهمة جدا اللي بيعتمد عليه سانتياغو سولاري، سواء لو كان بدأ المباراة أو لو كان موجود على مقاعد البدلاء. جارث بيل في آخر مباراة لي أمام فريق ليفانتي نجح أنه يجيب هدف الفوز عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 78، لكن الاحتفال كان بشكل فيه برود تام، وبالتالي الصحافة الإسبانية فجرت قضية هل جارث بيل ده يكون اخر موسم ليه مع فريق ريال مدريد ولا لا، ده اللي احنا هنشوفه، لكن واضح ان العلاقه بتتوتر مباراه تلو الاخرى ما بين جارث بيل وفريق ريال مدريد. جارث بيل بالرغم الاصابات الكتيره جدا اللي بتجيله الموسم الحالي شارك فيه 20 مباراه في الدوري الاسباني ونجح في تسجيل 7 اهداف وصنع هدفين. ميسي طبعا نجم النجوم، احسن لاعب في العالم واحسن لاعب في الكون واحسن لاعب في اي حته حضراتكم عايزين تقولوها قولوها، مفيش شك ان ميسي مباراه تلو الاخر اكيد بياكد كل الارقام اللي تمت والجوائز اللي تم منحها الموسم الماضي اللي هي بيتم تسليمها الموسم الحالي، انه يستحق لقب افضل لاعب في العالم، سواء في بطوله او من البالون دور من فرانس فوتبول او من الفيفا جائزه ذا بيست او حتى افضل لاعب في اوروبا، لازم يكون ميسي موجود علشان ده لعيب مش عادي. ميسي بيتألق، ميسي من 23 مباراة في الدوري الإسباني بيسجل 25 هدف وبيصنع 11 هدف، طبعا زي ما حضراتكم عارفين إن ميسي أكتر لاعب في الدوريات الكبرى بيسجل أهداف، محدش مسجل زيه، اللي على طول وراه هو رونالدو ب 19 هدف، وبالتالي ميسي ورونالدو في أي حتة في العالم دايما دايما بيكونوا مميزين، سواء في إيطاليا أو سواء في إسبانيا، هيفضل المقارنة ما بينهم لحد آخر يوم ما يكونوا موجودين في الملاعب. طبعا المباراة النهاردة هتشهد وجود نجمين جداد على مباراة الكلاسيكو، فينيسيوس جونيور اللي شارك في مباراة وحيدة فقط وعثمان ديمبلي اللي بيشارك أيضا في المباراة، لكن فينيسيوس جونيور واحد من المواهب القوية جدا، واحد من المواهب اللي أعتقد ريال مدريد حاطط أمال وطموحات عليهم بشكل كبير جدا خلال الفترة القادمة. تألق في المباراة الأولى أمام فريق برشلونة ما كانش فيه رهبة، ما كانش فيه خوف، كان فيه لعبة بثقة كبيرة جدا، مباراة
ورا الثانيه بيثبت ان هو فعلا واحد من اللعيبه اللي هيكون ليه مستقبل كبير جدا خلال الفتره القادمه. وليه لا، ما يعوضش غياب رونالدو اللي انا شايف من وجهه نظري لحد دلوقتي ريال مدريد لن او ما قدرش ان هو يعوض غياب رونالدو اللي كان الهداف الاول لفريق ريال مدريد، وايضا من واحد من الهدافين التاريخيين لفريق ريال مدريد. فينيسيوس جونيور طبعا لعب فيه 14 مباراه في الموسم الحالي، لكن طبعا يعني احنا بنتكلم في واحد عنده سرعه، واحد عنده مهاره، واحد عنده قوه، بيلعب واحد على واحد مهم جدا النهارده. اكيد هيبقى فيه تنفيذ على فينيسيوس جونيور بشكل فالفيردي اكيد هو ادرى بيه علشان يمنع ويحد من خطوره المباراه تلعب على هكون ملعب سانتياغو برنابيو، وبالتالي الدفعه الجماهيريه هتكون موجوده بشكل كبير جدا في ظهر فينيسيوس جونيور وفريق ريال مدريد. ودايما بقول النادي اللي بيلعب على ملعبه وسط جمهوره بيكون ليه عنده الافضليه، حتى لو هيلعب يعني هنقول 55% فريق ريال مدريد 45% فريق برشلونة، علشان سبب آخر غير الأرض والجمهور، إن المباراة الأولى انتهت ب1-1 وبالتالي نتيجة قريبة جدا سواء لريال مدريد أو سواء لبرشلونة. عثمان ديمبلي طبعا واحد من النجوم اللي هيكونوا موجودين، 22 مباراة في الدوري الأسباني، سجل 8 أهداف وصنع 4. طبعا عارفين ان المهاره العاليه جدا 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 والسرعه الفائقه عند عثمان ديمبلي، وكمان عثمان ديمبلي بيتميز يمينه زي شماله، شماله زي يمينه، ما عندوش رجل اقوى من الثانيه، وبالتالي ده بيحط مسؤوليه وصعوبه كبيره جدا على مدافعين فريق ريال مدريد علشان يكونوا متوقعين هل هيقفلوا الزاويه اليمين، هيفتحوا الزاويه الشمال، هل ممكن يفتحوا الزاويه الشمال ويقفلوا الزاويه اليمين. موضوع صعب جدا لما لاعب كره قدم يكون بيتميز بيمينه وبشماله. كلنا عارفين طبعا الاسطوره الهولنديه اللي كان موجوده في فريق برشلونه في يوم من الايام، مارك اوفرماس، ايضا واحد عنده موهبه اليمين وموهبه الشمال، وبالتالي بيكون لاعب متعب جدا جدا لفريق المنافس. تعالوا نروح سريعا لتشكيله مباراه اليوم واللي هتكون ما بين ريال مدريد وبرشلونه. هنبدا معاكم باصحاب الارض والجمهور فريق ريال مدريد والتشكيله اللي تم اعلانها رسميا. نافاس في حراسه المرمى، خط الدفاع ريجلون ناحيه الشمال، سيرجيو راموس وفاران في خط الدفاع، وكارفاخال ايضا ناحيه اليمين، ثلاثه في نص الملعب كاسيميرو، كروس ومودريتش، الثلاثي الهجومي فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما ولوكاس فاسكيز، وبالتالي بيغيب جارث بيل عن التشكيله الرئيسيه. من اهم اللعيبه اللي موجودين على مقاعد البدلاء بالنسبه لفريق ريال مدريد ماركو اسانسيو وجارث بيل، وطبعا كورتوا ومارسيلو وناتشو فرنانديز، وبنتكلم على فيدريكو فالفيردي، واخيرا طبعا داني سيبايوس. ده بالنسبه لفريق ريال مدريد. نروح لتشكيل نادي برشلونه وحراسه المرمى، مارك تيرشتيجن، اربعه في خط الدفاع، جورجي البا ناحيه الشمال، لونجلي وبيكي قلبي الدفاع، ونيلسون سميدو ناحيه اليمين، ثلاثه في نص الملعب، سيرجيو روبرتو وبوسكيتس وراكيتيتش، والثلاثي الهجومي ميسي وسواريز وديمبلي. اما على مقاعد البدلاء اللي موجودين في نادي برشلونه، طبعا سيليسون في حراسه المرمى، سامويل اومتيتي، ارتورو فيدال، ارثر، فيليب كوتينيو، مالكوم الينا. واضح جدا ان دكه بدلاء برشلونه اقوى بكتير من دكه بدلاء فريق ريال مدريد، لكن هفضل اعيد وازيد ان لقاءات الكلاسيكو بشكل عام مفيش توقعات، مفيش دقه قويه ودقه ضعيفه، اللي بيكون فنيا افضل، اللي بيكون الحظ معاه بشكل كبير، هو ده اللي بيقدر ان هو يتفوق في المباراه. ممكن نتكلم ونقول الفنيات ونقول ده هيكون عامل خطوره، وده هيكون لاعب خطر، وده مفتاح لعب خطر جدا بالنسبه لفريق ريال مدريد وبرشلونه، لكن المباراه بيكون ليها سيناريو مختلف، الضغط العصبي اللي موجود، ضغط الجمهور اللي موجود، ارضيه الملعب، الجو بشكل عام، نفسيه اللاعب او الحاله النفسيه اللي اللاعب يكون موجود فيها اليوم المباراه. ممكن واحد ما يكونش نايم كويس، ممكن يكون واحد عنده اجهاد، ممكن يكون واحد عنده اصابه حصلت له في اول المباراه فبالتالي تمنعه من انه يكمل المباراه بنفس المستوى، وممكن يتغير حاجات كتير جدا كده، تفاصيل صغيره في كره القدم يعني لو ركزنا فيها شويه هنعرف ان المباراه فعلا بتكون يعني شبيهه بلعبه الشطرنج. كل مدير فني بيكون محضر سيناريو في دماغه، لو ما مشيش بالشكل اللي هو عايزه تكون مشكله كبيره جدا، لو مشي بالشكل اللي هو عايزه بيكون عامل ايجابي ليه، وبيقدر يستغل بعد كده الوقت اللي بيكون متبقي من المباراه على حسب التكتيك الخاص بيه. يعني ما عندناش حاجه ثانيه نتكلم عليها خاصه بريال مدريد وبرشلونه غير ان المباراه طبعا هتبدا بعد اقل من 10 دقائق، لكن سريعا عشان الوقت بيجري مع حضراتكم، محمد صلاح ومباراه ايضا الساعه 10 هتكون امام فريق واتفورد في الدوري الانجليزي. ليفربول في المركز الاول بفارق نقطه واحده عن فريق مانشستر سيتي، لكن الاثنين هيلعبوا في نفس التوقيت. يا ترى هل فريق ليفربول هيقدر ان هو
يكمل فارق نقطة ما بينه وما بين نادي مانشستر سيتي ولا لا. طبعا ليفربول أمام واتفورد الساعة 10، وفي نفس التوقيت مانشستر سيتي هيلعب أمام فريق وستهام، وأيضا مباراة قوية جدا تشيلسي أمام توتنهام الساعة 10. حاليا نادي أرسنال بيلعب أمام فريق بورنموث، المباراة ابتدت بقى لها 7 دقائق وأرسنال متقدم 1-0 على نادي بورنموث. يعني بشوف لحضراتكم التشكيلة عشان محمد النني. محمد النني موجود على مقاعد البدلاء لكنه لم يشارك في المباراة كأساسي. طبعا الأحرز هدف المباراة لأرسنال هو مسعود أوزال، وهنا بقى الكلام، هل مسعود أوزال هيفضل موجود في أرسنال؟ علشان كده يوناي أمري بيحاول ان هو يشركه، بيحاول يديله بعض الثقة بالنفس علشان خاطر يتم تجديد عقده مع أرسنال، ولا مسعود أوزال هيكون مقرر انه يخرج بره نادي أرسنال وبره ملعب الإمارات؟ اللي احنا نعرفه مع نهاية الموسم الحالي. طبعا محمد صلاح نتكلم عليه تاني، ونرجع نقول ان محمد صلاح وتقرير مهم جدا على محمد صلاح وتمركزه، وممكن نقول ان المستوى اللي بعيد عنه محمد صلاح الموسم الحالي ايه اسباب. ففي كلام كتير جدا هقول لحضراتكم سريعا، وهنمسك احصائيات محمد صلاح وهنتكلم على احصائيات محمد صلاح الموسم الحالي واحصائيات محمد صلاح الموسم الماضي، وايضا محمد صلاح هو بيلعب في مركز الجناح الايمن او الجناح الايسر، ايضا لما بيكون موجود في مركز راس حربه او لما يكون موجود في مركز رقم 10. نشوف محمد صلاح سجل كم هدف، احرز كم هدف بشماله، احرز كم هدف بيمينه، صنع كم هدف، احرز كم هدف هو في مركز راس الحربه وهو في مركز الجناح الايمن. طبعا محمد صلاح في الدوري الانجليزي ضد فريق مانشستر يونايتد في اخر طبعا 3 مواجهات ضد مانشستر يونايتد لم يستطيع التسجيل في اي مباراه، وبالتالي هو ده الفريق الوحيد المستعصي امام محمد صلاح. محمد صلاح سجل في كل الفرق الكبيره الموسم الماضي، لكن الموسم الحالي محمد صلاح طبعا ما سجلش في معظم الفرق. السيتي في اللقاءين ما سجلش، تشيلسي ما سجلش، توتنهام ما سجلش، وبالتالي محمد صلاح طبعا كونه نجم واحد من نجوم الدوري الانجليزي واحد من نجوم كره القدم العالميه ده بيحط ضغط عليه كبير جدا، وبيحط عليه تركيز شديد جدا وكبير جدا من المدربين مع المدافعين في رقابه محمد صلاح. محمد صلاح في اخر 7 مباريات ما قدرش انه يصنع اي هدف لفريق ليفربول، لكن في اخر 4 لقاءات في الدوري قدر انه يسجل هدف واحد فقط بالنسبه للموسم الحالي. الموسم الماضي محمد صلاح لعب معظم لقاءاته في الجناح اليمين، 27 مباراة سجل فيها 25 هدف وصنع 8 أهداف. الموسم الحالي محمد صلاح لعب 13 مباراة كجناح أيمن سجل من خلالها 4 أهداف، وهنا بنشوف فارق الأرقام. محمد صلاح الموسم الماضي في 27 مباراة كجناح أيمن سجل فيهم 25 هدف، الموسم ده لعب 13 مباراة كجناح أيمن سجل من خلالها 4 أهداف فقط. لكن الغريب بقى الموسم الحالي إن محمد صلاح 13 مباراة في مركز الراس حربة أو مش الراس حربة الصريح، الحتة اللي هي الهجومية اللي بيكون موجودة ما بين فيرمينيو وما بين ساديو ماني، قدر أنه من خلال 13 مباراة يسجل من خلالها 13 هدف. يعني بنتكلم في معدل تهديف أن كل مباراة بيجيب هدف في آخر 13 مباراة لعب فيهم كمركز راس حربة. محمد صلاح طبعا 32 هدف الموسم الماضي. محمد صلاح ما سجلش غير هدف واحد ضد التوب 6 او اقوى 6 فرق في الدوري الانجليزي، هدف امام ارسنال عن طريق ركله جزاء فقط لا غير، وكمان ضد 4 مواجهات ضد مانشستر. احنا قلنا 3 ضد مانشستر لو ما حسبناش اللقاء اللي اتلعب منذ ايام، لكن طبعا زائد المباراه اللي اقيمت من كام يوم، محمد صلاح لم يسجل في شباك فريق مانشستر يونايتد اي هدف. وزي ما قلت لحضراتكم ده الفريق الوحيد اللي محمد صلاح ما قدرش ان هو يسجل فيه. على مدار موسمين محمد صلاح بيسجل 49 هدف من خلالها 7 أهداف بس برجليه اليمين، وهنا بقى احنا بنشوف اللاعب الاشهر بيكون عنده مشكله ان محمد صلاح وجوده على الطرف الايمن دلوقتي بقى عامل له عائق كبير جدا، ان كل المدافعين بيقفلوا له الزاويه الشمال علشان خاطر هي الزاويه الاقوى، الرجل الاقوى ناحيه اليمين، ممكن يكون في اهداف سجلها محمد صلاح لكن مش هو ده المعتاد على نجمنا المصري. لكن طبعا يعني احصائيه ايضا بتتكلم على نجمنا المصري خاصه في مباراه مانشستر يونايتد، ان محمد صلاح لمس الكوره 40 مره وان خسر الاستحواذ 7 مرات كاكثر لاعب في الملعب خسر مباريات. طبعا الكونكلوجن او التفسير في اللي انا بقوله ان الموسم الحالي معظم فرق الدوري الانجليزيه بتلعب بشكل متراجع في الدفاع، وده بيعمل ضغط على لاعبي فريق ليفربول، اولا بيقلل المساحات، بيقلل المعدل السرعات عند الثلاثي ماني ومحمد صلاح وفيرمينيو،
ميزه الثلاثي في السرعات، في الواحد على واحد، في الوان تو، كل لعبهم معتمد على سرعه. ليفربول ما عندوش راس الحربه الصريح اللي يقدر يعمل لهم محطه، ليفربول ما عندوش سواريز، ليفربول ما عندوش لوكاكو، ليفربول ما عندوش راس الحربه اللي يقدر يعتمد عليه علشان يكون موجودين اثنين، سواء مثلا لو راس حربه في قوه لوكاكو موجود في ليفربول على سبيل المثال، هتلاقي فيرمينيو وصلاح الوضع بقى مختلف معاهم. لكن طبعا يوجن كلوب بيلعب بثلاث لعيبه، ممكن شويه نلاقيهم عندهم بعض الحريه، وممكن نلاقي ان فيرمينيو هو اللي مكلف بمركز الراس حربه. فيرمينيو عمره ما بيكون راس حربه صريح، لكنه موجود في مركز ممكن نقول 9.5 او 10. 9.5 ده يعني تحت المهاجم شويه، 10 ده بيكون يعني بيبدل مع صلاح شويه، بيبدل مع ماني شويه، لكن طبعا ده بالنسبه لصلاح وليفربول. اخيرا عايز اقول لحضراتكم ان محمد صلاح في تصريح قال ان رقم 9 مش بيناسبني، وما زلت من افضل هدافي انجلترا. خاص بمحمد صلاح اخيرا اخر خبر سولتشاير وتصريح قوي جدا ان ليفربول لن يفوز بالدوري الانجليزي لاسباب الاعتماد فقط على الهجمات المرتده، ما فيش طريقه لعب، ما فيش اسلوب لعب، وانا شايف انه تصريح هجومي جدا. وفي نفس الوقت انا بقول لسولتشاير ان شاء الله ليفربول هيقدر ان هو يفوز بلقب الدوري الانجليزي. كنا مع حضراتكم كده سريعا لمينا لحضراتكم كل الاحداث الخاصه بالكره العالميه، وايضا مباراه ريال مدريد وبرشلونه. نتمنى ان هي ان شاء الله تكون مشاهده ممتعه، ونشوفكم بكره على خير في حلقه جديده من حلقات الاهلي. تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.